شي تليفوني من غير إذني. اسمع بس، أول حاجة أني آسف، وبعدين زد علي الشيطان، مش أني. ليه ما هو يا رشا؟ ليه ما هو نخفي حبنا والشوق فاضح وفي ملامحنا من اللهفة ملامح؟ ليه ما هو يا رشا؟ ليه ما هو تعمل هيكا؟ رأيت الشك؟ رأيت الشك مو عميل، وأنا أهادري كل يوم الشك لا دخل بين اثنين متزوجين، ما يخرج لك خرب لهون البيت حقهون. إيه مو عميل بيك؟ رشا بنت الحسب والنسب، رشا بنت الأصول، تفتش تلفون زوجي من غير ما يدري؟ لا لا، ما حبيتيش منك يا رشا، ما حبيتيش ما حبيتيش ما حبيتيش يا رشا. والله إن آخر مرة بصرا إيش أقول لك، لو رأيتك تعمل الحاجة هذا بعيني، والله إني إيش كذا بعيني وصدقك، لا تزعلش مني. طيب بالنسبة